حكى لي أحمد الجبالي أنه وجد ذهبا كثيرا في إحدى الجبال مع أصدقاء له رفض ذكر اسمه، وأنه وجد أمام كل هذا الذهب 3 رجال مقتولين. سألني عما يجب أن يفعله، أخبرته أن يبحث عن صاحبه وأن يعيده إليه، وإن لم يجده فليسلمها للمخفر. ووافق أحمد على ما أقول، ووعدني أحمد أن يعيده، وطلبت منه أن يأخذ حذره من كنز الدم. ولكن منذ متى يمنع الحذر القدر؟ وحدث ما كنت أخشاه. حكاية غريبة أوي. الورق لسه كتير والحكايات ياما. أنا يعني إن شاء الله بإذن الله هكمل قراية بقية الورق، وبإذن الله نعرف بقية الحكاية. بس هو أنت ناوي تعمل إيه يا أستاذ حسن؟ والله ما أنا عارف. في الأول قلت يمكن ربنا بعت لي الكنز في الوقت ده بالذات عشان الزنقة اللي أنا فيها. لكن بعد ما عرفت إن أبويا الله يرحمه كان عايز يدور على صاحبه عشان يرجعه له، وكمان الكلام اللي أبوك كاتبه عن اللي خايف منه خلاني مش عارف أفكر. طيب يعني إحنا نسمي بالله كده ونكمل قراية في بيت الورق، وبإذن الله نوصل للقرار السليم إن شاء الله. عذرا يعني في السؤال، أنا آسف، بس هو عم أحمد الجبالي مات إزاي؟ لقيتك واقع مش دريان بحاجة، كلمت العيان يجي يشوفك. لا أنا كويس الحمد لله، أنا كويس، وما تقوليش لحد إن أنا تعبت، ما أناش عايز حد من الحارة يعرف. حاضر أخليهم يمشوا، بس إحنا لازم نطمن عليك. يا بنت أنا كويس الحمد لله، أنا كويس. يا أنت محتاج ترتاح. ارتاح؟ شوف يا ليل، أنا كل اللي كنت عايزه من الدنيا أخدته ما عدا الراحة والنوم. مالك بس يابا، فيك إيه؟ طب لو مش عايز العيان أبعت أجيب لك حكيم تاني يشوفك. هو الحكيم هيعرف أكتر من اللي أنا عارفه، وبعدين أنت مادام جنبي وقلبك عليا أبقى خلاص أنا سايبه. العيان زمانه جاي، ألف سلام عليك يا معلم. هو ايه اللي حصل؟ حصلش حاجة. وايه العيان اللي انت جايبه لي ده؟ مشوه، مانيش عايزه. وبعدين سيبينا لوحدنا، انا عايز بنت اكلمها لوحدي. انا الحق عليا، انا اللي غلطان. هو انت كل حاجة تزعق؟ اعوذ بالله. ليل، انا عايز اسألك سؤال. في ايه؟ مين يا بنتي اللي قال لك على موضوع والدتك؟ لا، وانت عندك ايه بعد المخروبه يا جميل؟ ورا يا بيتي، اصل ما بروحش حته بعد المخروبه دي. طب ما تقعدي معايا تونسيني. اونسك؟ ده انا مونس نفسي بالعافيه. بقول لك يا معلم عزم، ما تيجي معايا دغري وتقولي عايز مني ايه، وايه اللي جايبك هنا وليه جابرني على القعاد في الحاره؟ جبرك؟
أنا جابرك. كل ما في الحكاية بس إني توحشتيني يا بت. أنت كنتش فاكرني لسه عيال؟ آه عيال. هو في أحلى من العيال ولعب العيال؟ هو أنت كنت فين طول السنين اللي فاتت دي؟ الله يا معلم عزمي، مش أنت يا أخويا قلت إنك تعرف عني كل حاجة؟ آه صراحة أنا أعرف عنك كل حاجة. طب أنت تعرفي عني إيه؟ ما بلاش أقولك. أقول لك أنا مفتري وظالم وباكل حق الغلابة، صح؟ لا في أكتر من كده. لما بعوز حاجة باخدها، ولو نفسي في لقمة بجيبها من بق التخين. فأنا من رأيي بقى تلاقيني دماغك، عشان لو زعلت هزعلك، ولو طوعتيني هتبقي في الجنة. جنة؟ تصدق يا معلم إن أنا عمري ما شفت جنة ولا عشت عيشة مرتاحة؟ أصل أنا متعودة على المر والشمع، ويظهر كده إنهم نسيوا يقولوا لك إن جميلة نبها أزرق، صعبة ومش سهلة. وأنا بحب الصعب. السهل ده محبوش، بزهق منه بسرعة. رموم بشوقك، أنا استنيتك سنين يا جميلة، مش هستناكي حبة كمان. معلم عزمك الحق يا معلم. فيها معلم صابر تعبان قوي. بس احلف يابا انك مش تعمل لها حاجة. وحياتك عندي ما اعمل لها حاجة. شكرا بنت عزيزة المعددة. بكرة الصبح تجيبيها تيجي تقابلني، عايز اعرف منها الموضوع. لو طلع ان والدتك فعلا عايشة انا عايز اقابلها. بجد يابا ربنا يخليك ليا.